ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الأحبة في الله، أولا أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أوصيكم بهذه الوصية التي وصى الله سبحانه وتعالى بالأمم، وكذلك هي وصية رسولنا صلى الله عليه وسلم حين وصى للصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الوصية الثانية أيها الأحبة في الله: إياكم وإياكم المخالفة. في هذه الأيام بعض الناس في هذه الأيام أيام العيد يأتون مخالفات كثيرة، وإياكم إياكم هذه المخالفات، وأن تأتوا بمعصية مقابل هذه النعمة الكبيرة. لئن شكرت هذه النعمة الله سبحانه وتعالى يزيد، ولئن كفرت إن عذاب الله لشديد. وإن تشكروا نعمة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا بد أن نشكر هذه النعمة، ولا يجوز لأحد أن يقابل هذه النعمة بمعصية. وبعض الناس يأتون مخالفات كثيرة في هذه الأيام أيام العيد، وإياكم والمخالفات. أيها الأحبة في الله، أولا وحنصدر دارمينا عبسين إلهي سبحانه وتعالى إيهنا إلهي كبغنه وأنا بدا لغولي سنة يقولوا لي بانه وأمد إلهي سبحانه وتعالى أقدر دارمي أمده أقدر دارمي نغوري نبي غرم أقدر دارمي عليه الصلاة والسلام إن إلهي لغبغ قفك ملك استو جوغو حالتك استو كجرو وقتك استو جوغو إن إلهي سبحانه وتعالى كبغو. وحديث كان إلى الإنسان أيها الأحبة في الله مع المهام وكردتك إنت بضن أي لئي ماذا مخالفات وحيام شرعي أنكم بناني أي مع المها عيدة لئي ماذا وحاكم الأه إن عروت الله كحيو ما لا عن بناني إلا هذا في لما شليموين ما لا حمحم ما لا فسقي إلا هذا ما تغوكل ونعم وين أولا ربنا إلهي سبحانه وتعالى هو شكره نعمة مالك العيدة هي فرحة مالك العيدة إن لغو قابل معصية إله سبحانه وتعالى إن لغو قابل إن إله سبحانه وتعالى عصيان كيسة إله إن عاصي سبحانه وتعالى إن لا إسكا إلى ليو إسراف إن لا إسكا إلى ليو في هذه الأيام وحد أركيسا ندكو إلى راشد بدن عنتب بدن وح بدن إن لا قسارنها الأولى دادنها إسراف ولا مبنانو إلهنا سبحانه وتعالى إن الله لا يحب المسرفين ذلك المسرفين تا إله سبحانه وتعالى مجعله وإن عرورت لغفر فيه وإن لبيت سيه لكن وإن لإلاليه حدود شرعه وإن لإلاليه نبي عليه الصلاة والسلام مالك عيدا هوالك يعرورت يحقف صحي إلا إسكا عياران أو دربان إسكا تنطان والله فصحي مالما المها كمن نبي عليه الصلاة والسلام أصوه قرق يسجوه أو قبنا ما أي توما هيان دربان مال عيد أي تاي يا أبو بكر وصو قري مكاسوي مزمار أو من مزامير الشياطين مية جرو النبي وكو هيسان وأحباب توما هيسان أو جرو النبي عليه السلام نبي غير أوجوجو نبي روحوني ما هي أبو بكر إسكت أبوي قبلها ما توا عيد إسكت أبوي برام بوري وحين مكاسو ما هيان إيو حس ما هيسان
لكن وحال الدين هيا إن حدك الله دافيو إن عروت المرح الله كحيو إن شلوموي شلموي الله كحيو إن أفلام الله صوفير سيو إن وحيا أن بنانين عروت بقى إلاليو وإن مخالطات كإيه قبلها هي عروق ويلاش استحق لها يو ودتك وأولو تين إيش كا إلا إلى اليوم وإلا إسكجرو دتك وحاول يعني بو موزيك هي عروق تقصة ما ينهيو وإلا إسك إلى اليوم دت ما ملك ريشتو ما توكل وحي كفى إلي سن هيان دتك عروق تا مساكين تا يكفى إلي سن هيان عيدا حفلة صمايني نامي ليهين كوه يا صور شياطين بيقول يا لهيان دتك ما ماشى كوه لا لهيان فسق بلا يفهم ليش هذا كده ويارا إلا إسكا إلى اليو مالها حفلة لها عيد الغوصة ما ينهيو أو رجع يضمركو إسنح جالها هيان أو موزق الوهيو أو فسق الوهيو إلا إسكا إلى اليو مال عيد أوي إن إله سبحانه وتعالى عريدي صلى إسكا إلى اليو إن إله سبحانه وتعالى وحونا الرالي كأهين إلا لي ماله إلا إسكا إلى اليو وحيا بها بنام الشرعي أو بني وعروت إلا كحيو لعيد سيو لغفر هيو ويبناتهي لكن وحيا الله إلهي سبحانه وتعالى وكعرونه أيها الأحبة الله إسكا إلى اليوم وجزاكم الله خير انتصر إن شاء الله تعالى قد مدى كسوكو